والأصل أن الدين لابد أن يحدد بأجل، إن عجز فذاك أمر آخر، لكن لابد لأنه عقد، القرض عقد. يعني لا ينبغي أن يكون فيه جهالة، لأن هذه الجهالة تفضي إلى التنازع. وأنا شخصيا جاءتني مرة مشكلة بين اثنين مالية، دين. قال لي الذي عليه الدين المدين، قال لي، أنا قلت له سأرده لك، هو مش قرض يعني، لكن دين من مشروع بينهم. قال أنا لم أقل له سأرده في هذه السنة ولا السنة الجاية. والآخر يقول لي أكثر من 5 سنوات أنا أنتظره. مش معقول هذا. الجهالة التي تفضي إلى المنازعة هذه قاعدة في الشرع منهي عنها. لابد أن نقفل باب الجهالة المؤدية إلى المنازعة.